كشاب انت من هنا من حي مولاي رشيد، بغيتي تهضر لينا على الواقعه ديال تخريب السيارات. سلام. بالنسبه لهذه الواقعه ديال تخريب السيارات وتخريب الملك العمومي، كتشوفي ان اصلا حنا وصلنا لواحد الجيل طالع ما كيحشم لا من دارهم لا من والو. زيدي او الثاني الامن شويه ما مستهدفش، الامن قليل، فين كتلقاي دوريات اللي كدور كتمشط المنطقه، انه كلها ولات بحال قانون الغاب، بحال قانون الغاب. هادشي اللي ولا داير دابا هاد الايامات هنا. وزيدي عقاقير الهلواسه، المخدرات، كلشي مباح، كلشي موجود امام الصغير والكبير. هادو من بان ليا انا من الاسباب اللي خلات هادشي ينتشر. وبالنسبه لهاد التخريب ولا بواحد الشكل مثير، يعني ماشي مره ماشي جوج، هذيك رغبات مكبوته. انسان كيدوخ راسو كيولي يدير اللي بغى، شي حاجه اللي ما كيقدرش يديرها راه كيولي هو كيديرها، يعني عادي عنده منه. كيجبان لي طوموبيل ما كيقدرش يدير هادي، كيهرس هادي. وكاينين المشاكل بزاف هنايا، كاينين مرويجين، كاينين شفاره، يعني داكشي مساس. المجتمع الصغير ديال مولاي رشيد فاسد مساس. بالنسبه لكم واش الناس داروا شكايات تشكاو؟ خصني الناس مغلوب على الامر ديالها. كتلقاي الناس كلها كيتجارى على سته الوليدات سبعه الوليدات، غيمشي غيدير شكايه. لا حياه لمن تنادي، لا حياه لمن تنادي. كتمشي كدير شكايه، كيقول لك لا، جمع الناس. والناس كلها همو كلها. اما انا بالنسبه لي راه بلا شكايات، مناطق سوداء معروف اش كيوقع فيها واش كيكون فيها، خاص السلطات تاخذ الاجراءات ديالها. حنا مثلا على سبيل المثال هذا الحجر الصحي وهاد كورونا وهاداك الشيء، راه لا حياه لمن تنادي، والو، بحال ما كاين والو عندنا هنا. يقدر البوليس ولا المخزن ديز راه هما مجموعين تما، ما كاينش المشكل. تقدر تلقاي مخزني براسو ما دايرش بافيت، ما محترمش مسافه الامان. يعني حنا سبحان الله العظيم بحال دوله صغيره ورا داخل دولة. قانوننا اللي كيحكمنا تمشي غير المقاطعة، لا فاسو اللي كيهضر معاك واحد مسؤول في مقاطعة هنا في العمالة ديالنا حنا فين كاينين حنا، ماشي لا فاسو اللي يهضر معاك في منطقة أخرى. يعني شعب مهمش، لا مسؤولية عند المسؤولين، والجهل والفقر. هادشي كيتحارب، هادشي ماشي يلاه 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 يلاه، هادشي راه والد ديال سنوات ضايع خلاوه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.